اليوم فاجأت مستر بيست وحضنته وكان الحضن رقم 100. اوكي زي ما شفتوا كان بداية المقطع مستر بيست وانا وكان معنا كريستيانو رونالدو. تخيل كريستيانو رونالدو مستر بيست. خلينا اشرح لكم القصة راح اتكلم فيها. واول شيء اليوم اللي قبل يوم الثلاثاء جاني واحد كلمني قال لي السلام عليكم ريان جديد. قلت له اي هلا والله. قال لي عندي لك تصوير في مع يوتيوبر انت تحبه. انا ما ادري ايش يبغى هذا، قلت قاعد يسولف ولا كذاب. قلت له مع مين؟ قال لي مع مستر بيست. انا قلت مستر بيست، انا انجرت مستر بيست بالرياض. Oh my god. بعدين قال لي بس اسمع لا تقول لأحد. اوكي سويت نفسي مجنون. قال لي بكره حتروح. ما قال لي انه في كريستيانو رونالدو، ما قال لي ابدا. فقال لي الساعه 2 راح تروح الفندق الفلاني عشان تصور. قال لي تصويرك الساعه 2. خليني اقول لكم ايش صار. صحيت نمت وانا متحمس. ما ادري كيف نمت. شباب مستر بيست Oh my god. شباب انا مره احب مستر بيست. طيب دائما اتابع يوتيوبر يعني شيء طبيعي. صحيت الساعه 11 ضبطت وضعي طع. وبعدين ايش رحت في الباص لان المكان كان لما تشوفوا هذا المحطة الباص راح نروح لها وباقي 14 دقيقه فخلينا نروح يلا. وصلنا المحطه. هذه هي اتوقع انك شفتوها بالمقطع حق اللي راح. طيب صحيت الصباح رحت الباص. لما اشوف الباص قاعد ينزلني محطه ولا محطه وقالوا لي لازم اكون بالفندق الساعه 2. فانا من الحماس طلعت قبل بساعه ووصلت الفندق. فجاه اول ما قربت من الفندق جاء اسوي رساله يقول لي اسمع التصوير تأجل 3:30. يلا خذها. بعدين قلت طيب ما في مشكله. وصلت ورحت في مول. رحت في المول صرت الفلف فيه. رحت شربت الاشياء. للاسف ما قدرت اصور والله كان نفسي اصور ما قدرت. بس يعني بطلع لكم كذا اللقطات اللي صورتها وانا كذا بس قاعد اصور لانه ما كان ببالي. انا كنت كل ببالي اقول انه كذاب مستر بيست في الرياض وما ادري ايش. انا مستحيل ما توقعت. بعدين جت 3:30 رحت الفندق. اول ما وصلت الفندق شفت ناس ماسكين كاميرات وكذا معدات. قلت ايوه هذا فريق مستر بيست. بعدين كلمت هذا قلت له ها انا وصلت زي كذا. قال لي عندي خبر سيء مستر بيست طيارته تاخرت. يلا خذ لك. تاخرت طيارته ما ادري ايش صار. كان المفروض يوصل بوقت وصل وقت ثاني والشنط حقتهم تاخرت. يعني المفروض كان الساعه 2 وصلوا بعدين 4 العصر. فجاه وانا قاعد كذا رحت دوره المياه وانتم بكرامه. فجاه انا كذا ما في الا هذول. طلعت هذول مستر بيست. اوه ماي جاد مستر بيست. المفروض قال لي ما اسوي نفسي ما اعرفه. شباب انت تخيل انت كذا انا كذا واقف مستر بيست هنا. هنا مستر بيست وانا مسوي نفسي مجنون. تخيلوا. طيب انا ما قدرت. رحت قعدت على طول. جاني واحد اللي هو المدير حق التصوير الفكره اللي مصورها مع كريستيانو رونالدو. جاني قال لي هلا والله انت ريان وكذا وكذا. وهلا والله. قال لي اسمع ما ابغاك تروح هنا عشان لا اشوف مستر بيست. ما يدري اني انا عارف من قبل ما يعرف. اوكي وشفته كمان. قلت له ايش المفاجاه عشان بحاول يعني كذا. قال لي ما عليك راح تنبسط. قال لي اليوم راح يكون احسن يوم بحياتك. تخيل. بس ايش خليني اكمل تابع المقطع النهائي عشان تفهموا ايش صار وكريستيانو والدنيا. انا قعدت كذا. فجاه انا قعدت كذا الساعه صارت 5 وشفت مستر بيست خلاص رايح. راح تصوير. طيب طلع قدامي وراح. قال لي حيجي سياره تاخذك 7:30. حتيجي سياره تاخذك 7:30. تاخر. بس بعدين جت 7:30. جاء السائق اللي راح ياخذني. بعدين فجاه وانا قاعد كذا شفت كارل ونولن اللي مع فريق مستر بيست. كل هذا تخيل ان انا ما سويت ولا شيء. المفروض ممنوع اسوي ولا شيء. تخيل حط نفسك مكاني مستر بيست نولن كارل قدامك. والله بعدين جاء قال لي لا والله انت ما راح تيجي معانا لانه هم راح يطلعوا معانا في ناس كذا. ما قال لي مين. قال لي في ناس حيطلعوا معانا فالسياره حتكون فل. هم طقجين عشان لا اعرفهم. وانا عارف يا الله. طيب بعدين جت الساعه 8. بعدين قال لي حيجيك 8:30. جت 8:30 يا رجل. بعدين اخيرا وصل. الله اكبر وصل الشخص اللي راح يوديني. وين راح يوديني طيب؟ خليني اقول لكم. اوكي ركبت معاه هلا والله وكيف الحال واخيرا وصلت وما ادري ايش السالفه. انا عارف ايش السالفه بس ما كنت اعرف انه في كريستيانو رونالدو بالسالفه. اوكي انا هنا خليني اقول كيف عرفت. اول ما ركبت هلا والله ريان يلا. شو وين رايحين؟ قال لي ملعب اول بارك حق النصر. صورت صوره. هذه الصوره هنا ما قدرت اصور ممنوع تصوير مقاطع بس الصوره اخذتها كذا. طيب
بعدين قاعد يسولف لي. راح نرجع على الصورة، اتذكر الصورة نظره كويس، في سيارة، سيارة مين؟ الحين اقول لك استنى علي. طيب فبعدين ايش صار؟ قال يقول لي انت تشجع الهلال ولا النصر؟ والله قلت انا اشجع الفريقين. بعدين انا قلت في كل سيان وكذا جوا مخي، وانا عشان اني انا الذكي يعني اني ما حد عارف. صارت الساعة 8:30 9 وقاعد يسولف معي، وفجأة اتصل عليه واحد قال له ها وين ريان؟ حط سبيكر. طيب وين ريان؟ مستر بيست وكريستيانو رونالدو وابن كريستيانو رونالدو جونيور والمصورين قاعدين يستنوني. تخيلوا كلهم عارفين عني اني انا جاي. انا اول ما سمعت قال كريستيانو رونالدو انا قلت مستحيل. طيب وصلنا اول بارك، نرجع للصورة. هاي الصورة في سيارة هنا، سيارة زوم زوم زوم. توقع سيارة مين؟ كريستيانو رونالدو. انا مو مصدق، انا مصدق اوكي، انا لسه يا لسه عندي 23,000 مشترك، شكرا لكم كلكم. مشترك جديد، مشترك جديد، بدات مشترك اشترك. طيب فجأة وصلت، اول ما وصلت زي ما قلت لكم سيارة كريستيانو رونالدو. انا قلت طلع انا اعرف كريستيانو دائما اشوف سيارة يعني اتابع. رحت قلت له سيارة كريستيانو رونالدو ايش قاعد تسوي هنا كذا؟ خربت ام الدنيا. دين هم كلهم ناظر فيني، قال لي لا 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 مو كريستيانو. دين جاني واحد اخذني على جنب قال لي اسمع هذه سيارة كريستيانو، اسمع بيني وبينك لا تقول لأحد، هو موجود جوا. انا قلت لا اله الا الله. ماي جاد يا شباب. طيب خليني اقول لكم، طيب وصلت اخذني، وصلنا لاول بارك وشفت الشباب نفسه اللي قال لي في البداية لا تروح الجهة الثانية من الفندق عشان لا تخرب انه اللقطة وتعرف انه مستر بيست هذول موجودين، وانا كنت عارف من اول. طيب فجأة كذا كنا شاورما، احس انه ندخل خلاص نجهز، فجأة ايش صار؟ الهواء يجي هواء كثير مرة قوي الهواء. طيب فجأة الهواء كان يطير الدنيا وما ادري ايش هذا اللي كان موجود، يعني الهواء كان مو مرة انه كان هواء كذا يعني كذا. فجأة جاني اكلنا زي كذا وانا متحمس كريستيانو رونالدو مستر بيست. بعدين جاني قال لي اسمع ريان، انت ايش راح تسوي؟ انت راح تكون قاعد، راح تدخل الملعب اول بارك، راح يجي يسوي معك مقابله ويسالوك اسئله. بس ما قال لي انه في مستر بيست كريستيانو، المفروض ما اعرف، بس انا عرفت يعني اني ذكي عندي اي كيو. بعدين قلت اوكي، قلت له خلاص تمام، على اساس انه ندخل خلاص حندخل الملعب، ندخل اول بارك وكل شيء تمام. فجاه جاني قال لي ريان ابغى اقول لك شيء، ما اذكر اسامي ما اذكر شيء، انا عارف انه قاعد يتابع المقطع بس معليش والله لا اقول لعيون المتابعين. جاني قال لي ريان والله معليش ابغى اقول لك طيار مستر بيست كنسلت. انا ايش فكرت؟ قلت قاعد يسولف معاي فجاه مستر بيست راح يجي يسوي لي كذا. واو ردت فعل، انا عارف اني شايفه، انا عارف انهم كذابين قاعدين ينصبوا علي. شباب والله معليش اني قاعد اقولها، بس انت والله قهرتوني. خينكم بعدين قاعد يقول لي والله مستر بيست، ما قال لي مستر بيست تمام، قال لي طيارة المشهور المفروض تتصور معاه تكنسلت. كيف تكنسلت والناس كلها جوا وقاعد تصور يا برو؟ طيب وقال لي والله معليش وان شاء الله حييجوا الاسبوع الجاي وما ادري ايش. انا قاعد استنى مستر بيست يسوي لي كذا، بس هذا الشيء اللي قاعد استناه. طيب بعدين قلت له من جد انت قاعد تتكلم ولا قاعد تطقطق؟ قلت له انا الساعه 2 قاعد استنى بالفندق لين الساعه 8 ايش في مدير؟ الو مخ؟ بعدين قال اي والله للاسف وما ادري ايش. فجاه في واحد مع فريق مستر بيست دائما يطلع معاه، ما ادري يطلع معاه كذا، معاه لانشلي برودكت المستر بيست الجديد وشوكولاته المستر بيست، وقاعد يمشي قدامي. وانا قاعد اقول يا برو انت كذاب، انا شايف مستر بيست بعيوني الثنتين. طيب هو قاعد يكلمني زي كذا كان قاعد يكلمني. طيب فجاه اناظر ورا كذا، تخيل مين اشوف؟ مستر بيست طالع وتكلم، قال ايش؟ قال كارلز كذا، قال اسمعني، قال كارلز وعلى صوته، وجت واحده تصورت معاه. انا قلت هذا مستر بيست، بعدين قلت له هذا مستر بيست وما ادري ايش زي كذا، قال لي لا ممنوع تتصور معاه. من فجاه طلع كذا السياره الثانيه عند الصوره، كريستيانو رونالدو مع ابنه جونيور. لا اله الا الله، مستحيل كريستيانو رونالدو وجونيور ومستر بيست ما خلوني اتصور معاهم. طيب بس الحين اقول لكم ايش صار. انا شفت كريستيانو كذا، كريستيانو ابغى اروح كذا، راح مسكني قال لي لا ممنوع تروح ما ادري ايش لانك انت راح تخرب التصوير لانه المفروض مفاجاه. بعدين قال لي ايش كان المفروض يصير؟ قال لي المفروض وانت قاعد بالملعب
يدخل عليك كريستيانو رونالدو وجونيور ويدخل عليك مستر بيست وتصور معاهم مقطع والمقطع راح ينزل بقناة مستر بيست وقناة كريستيانو رونالدو لأنهم هم مسوين تعاون وحبوا إنه أنا يفاجئوني يعني ويعطوني جوائز و... يا رجعت يا الله. طيب خلينا نكمل شباب. والله 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 قهر أقسم بالله قهر والله كل شيء قاعد أقولكم حقيقي وربي كل موجود صورة. بعدين إيش جاني قال لي خلاص لازم تمشوا ما أدري إيش. أنا زعلان كذا قاعد أفكر واللي الشخص اللي جابني قاعد يقول لي والله معليش أنا ما أدري إنه حصير كذا وأنا قاعد ألمح لك من أمس إنه في كريستيانو وفي مستر بيست وفي وفي وأنا هذا كله ما قلت له إني عارف كل شيء أصلاً إلا كريستيانو ما كنت عارف الصراحة. تمام قلت كذا في مخي. طيب رحت سألته قلت له مستر بيست موجود بالفندق اللي كنت أنا فيه؟ قال لي لا. قلت يا كذاب يا كذاب جوا نفسي كذا يا كذاب أبو شوية شايفه قبل شوية شايفه حنجر حنجر شوف والله والله إني مقهور عشان كذا قاعد أفضفض لكم وأقول لكم القصة. لين أنا جوا بالي قاعد أقول طيب قلت له اسمع نزلني بالفندق أغراضي بالفندق. ليش رحت الفندق؟ أنا قلت 6 ساعات قاعد أستنى بالفندق عشان ولا شيء. والحين هم متوجهين. شفت السيارة كذا كريستيانو رونالدو مستر بيست رايحين. نزلني الفندق. والله لا أستنى بالفندق لين ما أشوف مستر بيست. والله لا أشوف مستر بيست. وقعدت أستنى كذا استنيت نص ساعة. فجأة طلعت كذا سويت كذا. شفت سيارة مستر بيست اللي طلع فيها. شفتها طيب؟ قلت أيوة وصلوا وصلوا. ونفس الشخص جاني. اللي مسكني هذاك مع فريق مستر بيس اللي قال لي ممنوع تتصور معاهم قال لي ها ايش قاعد تسوي هنا؟ قلت له قاعد استنى خويي ياخذني كذا قلت له طيب شاب والله ابغى اتصور معاه معليش كل هذا وبالاخير تخرب. قال ايش؟ فجأة كنسلنا اللقطة. قال لي المخرج حق مستر بيس ولا المسوي كنسل اللقطة حقتك فجأة كذا. ليش كنسلوها ما ادري. وبعدين هذاك كان يقول لي انه طيارة كنسلت وهذا قاعد يقول لي الهواء ما ادري ايش وهذا يقول لي خلاص كنسل اللقطة حقتك صار ما يبغوك. لما وصلت الملعب وشفت كريستيانو رونالدو مستر بيست تبغى تجرني انت تبغى مخ هنا ما في. بعدين انا ايش اول ما شفت هذا قلت عرفت انه مستر بيست جاء. فجاه اسوي كذا مستر بيست قاعد يدخل قاعد يمشي. بعدين انا اترككم مع المقطع خليني شوفوا شوفوا كيف حضنت مستر بيست. اليوم فاجأت مستر بيست وحضنته وكان الحضن رقم 100 بعد ما حضنت 99 مشهور بسلسلة الاحضان. لا تنسى الفولو واللايك واترككم مع المقطع. I'm a YouTuber. Okay. So I'm doing a challenge where I hug 100 celebrities. Oh, really? You was the last one. I traveled all the world. How did you know I was here? You finished recording, right? Yeah. So yeah, I was one of the guy like. Are you? So you've already hugged 99 people? Yeah, and you were the last one. All right. This is a little creepy, but it seems like you put a lot of effort in, so I'll give it so to you. So I can hug you. Yeah. Thank you. وبس والله هذه كان المقطع. شكرا لكم على المشاهدة. كان المفروض أطلع عند مستر بيست وكريستيانو رونالدو في قناتهم مقاطعهم بس سبحان الله ما أدري إيش صار. لعل أخيرة بس على الأقل حضنت مستر بيست يعني وحضنت المشهور الرقمية وخلصت سلسلة الأحضان. واليوتيوب ينصحك إنك تتابع سلسلة الأحضان هنا وتابع مقطع حق اللي حق فيلا باور هنا وكريستيانو رونالدو يجي يوم وقابلك واحضنك. لا تنسى لايك الاشتراك كان عقل رينا شبير. السلام عليكم.